تسببت بريتني سبيرز في مشهد غريب ليلة الجمعة الماضية في أحد مطاعم لوس أنجلوس، حيث تعرضت لانهيار عصبي مما دفع زوجها إلى الخروج بعد الشجار معه. أخبر شهود TMZ أن بريتني وسام أصغري ظهرا مع حارس شخصي في مطعم جوي في وودلاند هيلز الذي كان مكتظا بالناس الذين تعرفوا عليها على الفور. منذ البداية كانت بريتني جالسة تتناول عشاءها، قام الفانز بسحب هواتفهم المحمولة وبدأوا في تصوير لقطات لها، فانزعجت وصارت الأمور بشكل سيء. قال شهود بريتني أصبحت مهووسة وتصرخ وتتحدث بثرثرة، مجرد كلام لا يمكن التعرف عليه، لم يكن إنجليزيا. انزعج زوجها بشكل واضح ووقف فجأة وخرج من المطعم غاضبا. بعد دقيقتين نهضت بريتني وغادرت المطعم مع حارسها الشخصي، ثم عاد الحارس لوحده لدفع فاتورة الطعام. بعدها بدقائق قامت بحذف حسابها على إنستغرام للمرة المليون، مما دفع بأحد معجبيها للاتصال بالشرطة والسؤال عنها لأنه قلق عليها. فسارعت الشرطة إلى منزل بريتني ليتأكدوا من سلامتها، فوجدوها بخير.